هذه مرة حبيتها، مرة 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 حبيتها، حطيتها جنب راسي عند النوم. أول شي شو تسوي؟ فتحتها الحين هي تاج، أول شي لها كذا استخدام، اللي هو تفتحين منها الإضاءة اللي تحت إذا تبينها أباجورة، يعني إذا تبينها أباجورة كذا، هذه أباجورة صارت تمام. تبي تحطين كريماتك، تبين تقرين، تبين إضاءة خفيفة، حلو. هذه الشيء الأول. الشيء الثاني طويلات العمر، الحين رجعتها بس عشان ما أطلع، تستخدمينها كإضاءة ميك اب مرة قوية ومرة واضحة لوجهك. طيب تاخذينها معك للسفر أو تحطينها على تسريحتك أو وقت تحطين كريماتك جنب فراشك، جنبك الكريمات وتحطين الأشياء، حلو. الحين الشيء الثالث إني باخذه وبشحنه، عرفتوا؟ كشخة تاتش تحطينه يشحن جوالك. الشيء الرابع إنه سبيكر من هنا من ورا، تخيلوا تشبكون جوالاتكم، تحطون تبين القرآن قبل لا تنامين، اللي انت حابة تشغلينه فيه تشغلينه. أبوريكم الحين وتشوفون. عزيز روحي يغلى من سكن فيني. انها وشو تاتش، تقللين الإضاءة وترفعينها، شوفوا